وللوقوف على ما جاء في آخر مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية قبل أيام من الانتخابات، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن السيد كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. خلال المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن تبادل المرشحان سيل من الاتهامات، كيف ترى أثر هذه المناظرة على الشارع الأمريكي قبل أيام قليلة من الانتخابات؟ والله يعني مثل ما تابعنا واكيد تابعتوا المتناظرين كانوا مختلفين يعني تماما، يعني وكانه واحد بالسماء واحد الاخر بالارض، ولهذا هذا يعكس الانقسام الداخلي في امريكا والاوضاع اللي يتكلم بها السيد بايدن مختلفة عن الرئيس ترامب، وهذا ما نتابعه احنا في شارع في واشنطن وفي الرأي العام الأمريكي الآن كله منقسم مع هذا الانقسام السياسي بين المتنافسين. هل هذا الانقسام السياسي أستاذ كامل فريد من نوعه في المشهد الأمريكي في وقت الانتخابات، أم أنكم تمرون بهذه التجربة أو هذا المشهد في كل مرة تحصل فيها انتخابات؟ هل هناك شيء مختلف هذه المرة؟ نعم مختلف تماما. الأوضاع الانتخابية تمر بظروف غير مسبوقة من 3 أسابيع يعني وأمام 10 أيام أو أكثر، والناخبين يتسابقون بطوابير أمام مراكز الانتخاب، وهذه ظاهرة لم تحدث بالسابق. واليوم وصل العدد إلى 46 مليون ناخب صوتوا بالفعل، وهذه ظاهرة جديدة، بالإضافة إلى حتى المتابعين للمناظرة. يعني كان الرقم ملفت، الأمس 55 مليون مشاهد تابع المناظرة، وهذا لم تحدث يقول لك من بدأت الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كأمة. نعم، طيب أستاذ كامل، يعني كيف نفسر هذا الاستقطاب الحاد في هذه المرة في الانتخابات الحالية؟ ما تفسيرك لذلك؟ هذا الاستقطاب مرتبط بالأوضاع العامة الأمريكية، أنه ترامب والإدارة الأمريكية برئاسته يعني أوجدت ظاهرة جديدة لم يتعود عليها الشعب الأمريكي، والآن هنالك توجه من الديمقراطيين ومن الأغلبية الأمريكية إلى محاولة استغلال هذه الانتخابات للخلاص من هذا وجع الرأس هذا اللي يحصل الآن بسبب بعض المتطرفين من الجانبين، من الجانب الديمقراطي والجانب الجمهوريين، الذين يعتقدون بأنهم الطريق الصحيح هو العودة إلى الأمريكا العظمى بالطريقة اللي يتخلون بها عن بعض القيم اللي معروفة عنها أمريكا في مساعدة المهاجرين والأقليات ومساعدة الأمم الأخرى خارج أمريكا لتحقيق القيم الأمريكية المعروفة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام حكم القانون. نعم، طيب المناظرة التي جرت يعني الأخيرة كان هناك يعني كثير من الملفات التي تكلم فيها المرشحان واتهم بعضهم الآخر فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة كورونا، فيما يتعلق بالتهرب الضريبي ومسائل كثيرة. هل تعتقد أن هذه قد تؤثر على اختيار الناخب الأمريكي؟ نعم بالضبط، يعني الناخب الأمريكي يهمه الآن هو موضوع الوبائي وموضوع الرعاية الصحية وموضوع العمل، اللي الآن هنالك خلل في منظومة العمل بسبب الوباء وبسبب الغلق الذي تم قبل أشهر، والجمهوريين يحاولون أن يفتحوا أمريكا من جديد ليمارس المواطن الأمريكي حياته بشكل طبيعي، بينما الديمقراطيون
المرشح هم سيد بايدن يعول على العلماء والأطباء، هم الذين يوجهون المجتمع الأمريكي فيما يخص حياتهم الجديدة، ويجب أن يتقيدوا بسبب الوضع الوبائي، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية الأخرى المهمة. الأمريكان الآن مهتمين بالانتخابات لأنهم يريدون أن يحافظوا على حياتهم وعن رعايتهم الصحية وعن إعادة ترتيب الملف الاقتصادي. نعم. طيب بالنسبة لموضوع التدخلات الخارجية في الانتخابات، يعني الطرفان يعني كانا يتكلمان في هذا الموضوع، وهي قضية مهمة جدا. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على المشهد الانتخابي هذه المرة؟ يعني الرأي العام الأمريكي تعود على التدخل الأجنبي بالقليل بالانتخابات الأخيرة في عام 2016 وحتى هذه الانتخابات، رغم الاستعدادات الدوائر الأمنية والمخابراتية، فإن هنالك تدخل حسب ما تدعي بعض الدوائر الأمنية، تدخل من الجانب الروسي والإيراني، وهذا طبيعي في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع. ولكن الناخب الأمريكي لم يعول كثيرا على هذه التدخلات، لأنه يهم خطاب المتنافسين وماذا سيحققوه. نعم. وخططهم لمعالجة المشاكل الحالية. طيب أستاذ كامل، الآن أصبحت يعني أصبح هناك حديث عن ما بعد الانتخابات، في اليوم التالي للانتخابات أو صدور النتائج، هناك تخوف لدى الأمريكيين من حالة من يعني المشاكل الداخلية بين الأمريكيين، هل يمكن أن يحصل ذلك؟ نعم، هذه الهواجس موجودة ولكنها مستبعدة، لأنه هذه دولة مؤسسات وحكم قانون. رغم أنه التهديدات اللي أطلقها الرئيس ترامب هي تصب في خانة أضعاف الاندفاع الديمقراطيين في مواضيع الانتخابات وأساليب التصويت. يعني المتعودين الأمريكان أن يصوتوا بأنفسهم ويحضروا إلى مراكز التصويت، وهذه المرة أصبحت ظاهرة التصويت عبر البريد، ومحاولة من الجمهوريين للتخفيف من هذه الظاهرة، أرادوا أن يخيفوا الناخبين بموضوع ربما الخصومة التي يقوموها بعد النتائج إذا شعروا بأن هنالك تزوير واسع أو تحريف في موضوع التصويت وبطاقة الانتخابات. شكرا لك أستاذ كامل الحساني، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.